الحمد لله على أنك بلغتنا رمضان، الحمد لله على كل نعمك، اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك وارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا ممن يصومونه إيمانا واحتسابا لك فغفرت لهم، واجعلنا ممن يقومونه إيمانا واحتسابا لك فغفرت لهم، واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم يا أرحم الراحمين. ربنا استخدمنا ولا تستبدلنا، ووفقنا فيه لإحسانك، وهب لنا فيه عملا صالحا يقربنا إليك، وأدخلنا في زمرة الصالحين والشهداء والصديقين والمقربين يا رب العالمين. اغفر لنا خطايانا وزلاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أكرمنا بالخير الذي تتمناه قلوبنا وترى فيه خيرا لنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا كما سلمتنا رمضان وسلمتنا إليه، فتسلمه منا يا رب متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين.